السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت باش ندير لكم واحد الفيديو اكسيبسيونيل. راه شتونا انا دابا غادي كنتمشاو درتو ليكم لحقاش القضيه اورجونت. ف السوجي ديال هذا الفيديو هو الساناتوريا. الساناتوريا كما قلنا هذيك المره، فهضرنا على واش غتكون ولا ما غتكونش، حقاش الوقت عندهم ضيق وكاينه لا كريز ايكونوميك، دونك خاصهم ضروري ياخذوا حل. ف الليله ديال البارح اتفقوا اخيرا، يعني الاغلبيه اتفقوا ما بيناتهم على الساناتوريا. ان شاء الله دابا في دابا راه الخمسه وشي حاجه، راه الكونسي ديال لي مينيستر داخل باش يفوطي هذا القانون. انا غنشرح لكم كيفاش القانون بعدا كيتفاليدا في الطاليان. اول حاجه كتجي لا بروبوستا. لا بروبوستا هي ملي كيجي شي واحد كيقول لك راه عندي واحد المشروع ديال القانون، ها هو، ها القانون، البند الاول اش فيه، البند الثاني اش فيه، الثالث، الرابع، اكسيتيرا. فهاد الشيء هذا كانوا داروه هذه تقريبا شي جوج سيمانات ولا ثلاثه، بقاو كينقصوا شي حاجه، كيزيدوا شي حاجه على حساب يعني كل حزب وشنو كيفرض. اخر حزب كان دير العرقله هو تشينكويستيلي، خمس نجوم كان دير العرقله الى حد البارح، فما كانش متفق مع البند العاشر من القانون اللي كان كيعطي واحد الحمايه، يعني واحد الحمايه ليغال يعني اللي كيخدموا الناس بالنوار. يعني كتكون انت ديجا خدام عند شي واحد ما مديكلاريش، فهما كيعفيوه من اي يعني اي متابعه قضائيه اكسيتيرا. فهو واحد الديتاي اللي ماشي مهم بزاف، وزادوا عليه ان الا كان الباترون عنده سوابق عدليه فهو ما يمكنش يصاوب لك يعني الاوراق. ففي الاخر المطاف اتفقوا. الو لحد الان هذا المشروع القانون شنو كيعطي الحق، يعني كيفاش يعطيك الحق باش تصايب الوراق؟ هذا المشروع ديال القانون جاب جوج ديال لي كاتيجوري، جوج الانواع ديال الطرق باش تصايب الوراق. الطريقه الاولى عن طريق الباترون، والطريقه الثانيه بلا باترون. الو الطريقه الاولى كتبدا بانك كيكون عندك الباترون ديالك، كيمشي هو يدير لا دينونشا، كيخلص 400 اورو وانت كتخلص 160 اورو، وبديك الساعه كيمكن لك تصايب يعني كيمكن لك تصايب الوريقات ديالك. التيب الثاني، فالتيب الثاني ديال هاد القانون هذا هو انك تمشي بلا باترون، ولكن هذه شويه صعيبه. خاصك تثبت الوجود ديالك في كلتا الحالتين، خاصك تثبت الوجود ديالك قبل من 8 مارس 2020. وثاني حاجه هي انك الا ما كانش عندك الباترون خاصك تكون عندك واحد جيستيفيكاتي، فاش نقول لك واحد الورقه كتبت بانك خدمتي في الدومين ديال الفلاحه، او خدمتي عند شي ناس في الدار ديالهم كورون 2019، يعني العام اللي فات، ويكون عندك هذاك الشيء موثق. فبالتالي هذا الشيء اللي معروف لحد الان على هذا القانون هذا، فهما دابا في الكونسي ديال لي مينيستر غادي يصادقوا عليه، ومني غادي يصادقوا عليه خاص يسيني عليه البريزيدنت ديال الطاليان. ملي غادي يسيني عليه البريزيدنت غيخرج في الجورنال اوفيسيال، وغادي يولي قانون ابتداء من شهر 6 ان شاء الله. فكنت قلت لكم ان عندهم بريسيون ديال الوقت، فدابا هما حاولوا يديروا داك الشيء في واحد الوقت اللي هو بريف. فكنشكركم بزاف اللي تبعتوا هذا الفيديو، غادي يكونوا فيديوهات واحد اخرين اللي فيهم بالتفصيل القانون اللي غنقراه مزيان، ملي غادي نشوف مزيان المعلومات عليه وعلى شنو صادقوا فيه. وهذا القانون هذا اللي مشاو يصادقوا عليه دابا ما فيهش غير هذا الشيء ديال لي زيميغري، ففيه واحد المشروع ديال 55 مليار اللي غادي اللي فيه المساعدات لي زونتربريز، فيه بزاف ديال الحوايج اللي مهمه جدا. فكنشكركم بزاف، وبقاو على القرص. اللي ما مابونيش يتابونا باش يتبع المعلومات كاملين بالنسبه للسانتوري. الله يعاونكم.